اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في فيديوهات عروض البيع اللي اتمنى تكون بتنال اعجابكم. يا ريت يا جماعه اللي مش مشترك معانا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا عروضنا اول باول. ولو عندك حمام عايز تعرضه على القناه تواصل معانا على رقم التليفون المثبت على مقدمه القناه تحت العلم على طول. واقوله برضو 0155 79684. صور في الحمام بتاعك فيديو واضح وبعته لنا ان شاء الله نعرضه لك على القناه وربنا يبارك للجميع. اول عرض معانا يا جماعه حمام الاستاذ عادل النجار من المنصوره بقص امريكي. قص امريكي ومعايز غليل بتاعته. واللي عايز اعرف التفاصيل يتواصل على رقم التليفون. دي مجموعة حمام يا جماعة من شبرا مصر. برضو يا جماعة الأسعار كل حاجة بسعرها غية كامل للتصفية. اللي عايز يعرف في الأسعار برضو يتواصل على رقم التليفون لأن كل حاجة ولها سعر. مجموعة حمام وزار المكان شبرا مصر. حمام صافي حاجة بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تشكيلة حمام حلوة يا جماعة. طبعا كل حاجة بسعرها والتفاصيل عند صاحب الحمام. بشكر يا جماعه كل الناس اتعاملت معانا على القناه سواء بعروض البيع او الناس اللي اشتروا عن طريق القناه وربنا يبارك فيكم وشكرا لثقتكم لان احنا بنتعامل مع الناس المحترمين فقط. وكلكم طبعا احترام وادب والناس كلكم عندكم ضمير سواء في البيع والشراء. دي مجموعة يا جماعة حمام عالي جدا مستويات عالية والأسعار برضو عالية يا جماعة عشان تبقوا عارفين الأسعار بتاعت الحمام ده عالية. مجموعة تبلق قبل أخضر مستويات عالية والأسعار برضو يا جماعة عالية يعني الناس اللي بتفهم في الباب هتبقى عارف ان المستوى ده عالي. قشر بندق واسود واخضر وسكروتو مجموعة حمام بلاق. يعني في مجموعة فيها حمام بألف القص وفي بألفين يعني حمام الأسعار دي كده يا جماعة. في مساويد بس مسوي ده نشري بنادق زواجل اللي محتاج حاجة يا جماعة تواصل على رقم التليفون يعرف الأسعار. ولو انت جنب المكان يعني لو انت من الجيزة يعني قريب يبقى المعاينة على الطبيعة أحسن. طب ده اس سكروتو ده
ده يا جماعة مجموعة حمام للتصفية برضو من نابل النمرس أو المنيب، يعني المنيب أو أبو النمرس، ما يعني فيها إزازات في استراليات فانجليزي سودا، اما يكون مجموعة كبيرة يا جماعة ما بنعرفش نقول الاسعار. اللي بقى عايز حاجة جد في الشراء يا جماعة يتواصل على رقم التليفون، وربنا يرزق الجميع من فضل رب. اللهم امين. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كرة رمي يا جماعة للبيع، زي ما انتوا شايفين الطبلية بتاعتهم والعيشة بتاعتهم اتشالت ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في مجموعة زلازل يا جدعان، زلازل كله اصفر ورق. طب يا اخوه كل عادة وزغل عن بره كشك كامل وما كامل إلا الله. وزغل سكروتة بس الباب شغل اتقفل على رجله، بيزكش سنة بسيطة. واثنين تاني سكرتات وثلاثة تاني سكرتات. اللي محتاجهم يا جدعان يكملوا.